سلام حبيباتي، كدايرين؟ لاباس عليكم. جبت لكم اليوم وصفة ديال شوربة العدس التركية الشهيرة اللي بزاف منكم طلبوها مني في التعليقات، وقلت اليوم نصورها لكم ونوريكم طريقة التحضير ديالها. كما كنعرفوا العدس بكل أنواعه مفيد بزاف، فيه الحديد، غني بالحديد والفيتامينات والبروتينات، واكثر هذه الشوربة فيها الخضر حتى هما، يعني وجبة كاملة. خليكم معايا شوفوا طريقة ديال التحضير. عندنا بطاطا واحدة مبشورة متوسطة الحجم، عندنا جزرة مبشورة، عندنا بصلة مقطعة، عندنا ملح حسب الرغبة، عندنا معلقة كبيرة ديال صلصة الطماطم، وعندنا كأس كما كنسميه في المغرب كأس العنبة ديال العدس الأحمر، كيكون متواجد في السوبر مارشيات الكبار، كارفور مثلا ولا مارجان. ولا ناخذ الطنجره كنديروا فيها شويه ديال الزيت، وكنضيفوا عليها البصله كنشحروها شي شويه، ملي كتشحر كنضيفوا عليها ديك البطاطا وديك الجزر المبشور وصلصه الطماطم، وكنحركوهم كنحركوهم مزيان حتى كنصوطيوهم وكي نحسوا بهم دبلو وتغير اللون ديالهم، عاد باش كنضيفوا عليهم العدس. من بعد كنضيفوا عليهم الماء الساخن الماء طيب، وكنسدو عليها كنخليوها طيب 15 حتى 20 دقيقه، ما كنخليوش يطيب بزاف حيت ما كياخذش مده طويله في الطياب بحال العدس الاخضر، دغيا كيطيب. من بعد ملي كطيب لينا الشوربه ديالنا كنطحنوها في البلاندر، ولا ما عندكمش بلاندر ممكن تطحنوها في المولينكس، ولكن خاصها تطحن مزيان ما تبقاش فيها شي حاجه كتحس بها زعما في الفم كتندغ ولا شي حاجه، حيت الميزه ديال الشوربه التركيه يعني ماشي بحال الصوبه ديالنا المغربيه، خاصها تطحن مزيان. من بعد ما طحنا الشوربه كنخليوها تغلى واحد جوج دقائق بحال هكذاك حتى كتغلى مزيان، ومن بعد كنضيفوا عليها الملح حسب الرغبه طبعا، وها الشوربه ديالنا جاهزه. هذا هو الشكل النهائي ديال الشوربه ديالنا، كتجي لذيذه ورائعه ومفيده صحيه اكثريه للدراري الصغار اللي عندها الوليدات، كنصحها انها تجربها. كما كنعرفوا العدس غني بالحديد وكتسخن في هذا البرد، يعني شوربه زوينه لهذا البرد. و عجبتكم لا فيديو ما تنساوش الضغط على اللايك والاشتراك اللي ما كنتوش مشاركين وتفعيل الجرس، ولا عجبتكم شي وصفة أخرى ما تنسوش قولوها لي في التعليقات ونديرها لكم على راس العين. خليتكم على خير.